إن لم أعرف ذلك القاتل المقتول ومن قتله ومن وراءهما سأحبسكم حتى الموت. انصرفوا. أرأيت يا سليمان ما إن رحل الحجاج عن دمشق حتى خرجت الذئاب من جحورها؟ أفإن مات الحجاج أو اعتزل ستأكلنا الذئاب يا أبا العباس؟ نعم يا أبا أيوب، فإن له صولة وبطشا حيثما وجد. توشك أن تجعلنا موالي للحجاج أو تحمله فوق أعناقنا أو كأن الرعية كلها غنم والحجاج كبشهم. إذن لي ما أذنت لك يا ولي العهد. اجلس. أمرك يا أمير المؤمنين. لماذا تكره الحجاج؟ لماذا كلكم تكرهون الحجاج؟ أنا أعرف أنك تكرهه وأعرف أن هناك من يتهمه. اعلم أني لا أكره الحجاج، فإنه أهون علي من أن أكرهه أو أحبه، فإن هو إلا رجل صنعه أبونا رحمه الله، وإن كان قد أعطى من بلاء فإنه أخذ أكثر مما أعطى وفوق ما يستحق. لا والله، فمهما أخذ أو أعطيناه ما كفأناه بعد على حسن صنيعه فيما سبق وفيما سيأتي، فكفوا ألسنتكم عنه وأخبر صاحبك ابن عمك بهذا. اعلم أن صاحبي ابن عمي أكبر مما تظن، وما سمعت قد اتهم الحجاج في هذا الأمر خاصة، بل إنه لا يسمح لأحد أن يغتاب أحدا في مجلسه ولو كان حجاجك. حجاجي؟ حجاجي لكأني أنا الذي اصطنعته، وكأنه ليس سهما في كنانتنا نحن بني عبد الملك. ها أنت قلتها، ما أكثر السهام في كنانتنا، ولكنها سهام لا تخطئ مرماها أبدا، لا تصيب إلا رؤوس أعدائنا، أعداء الحق، أعداء الله ورسوله. مثل من؟ دلني على رجل يضارع الحجاج أو يدانيه جرأة وإقداما وإخلاصا وولاء لأوليه مكان الحجاج. قتيبة بن مسلم، فارس، مغوار، قائد. ذاك رجل حرب وقتال وليس رجل سياسة وحكم، فمن عندك غيره؟ يزيد بن المهلب، رجل ذو سطوة ونسب ومروءة وكرم. ذاك رجل يختال بنسبه وبعشيرته وبما تحت يديه من النعم التي أنعمنا بها عليه، وقد رأيته ذات يوم في مجلس أبيك عبد الملك رحمه الله، وسمعت منه ما حبسه به أبوك أمير المؤمنين، وسوف تراه في مجلسنا هذا بعد أيام، فاسمع منه وانظر إن كان يصلح لما لا يصلح له إلا الحجاج. عينته وعزلت الحجاج خصمكم الذي لا تعلمون قدره يا ولي عهدنا. أنت أعلم برجالك يا أمير المؤمنين. إن كان الغد فأتني بصاحبك ابن عمك. ما بالك يا وليد تلمح وتقول صاحبي؟ إن كان عمر صاحبي فهو أحق بصحبتك، إنه خال أولادك. ليته يتنازل ويتواضع
ويقبل أن أكون صاحبها، لكنه نافر أبدا، شارد أبدا، غاضب أبدا، وقد أرحناه من سبب نفوره وغضبه، وأمرنا الحجاج خصمه بأن يرجع إلى ولايته. فلماذا يعتزلنا عمر صاحبك أو صاحبنا وابن عمنا جميعا حتى لا تغضب؟ لماذا لا يجالسنا؟ أرسل إليه أو اذهب إليه بنفسك، ولو لتطمئن عليه وعلى أختك. سأفعل يا أبا أيوب، سأفعل. دخان. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استرح 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 استرح. كيف حالك يا أبا الدراهم؟ لقد تبدلت، أشعر الآن أنني قد تحولت إلى دينار ذهبي مرواني له قيمة. أنت ذو قيمة وقدر عندنا يا فتى. عندك أنت. أما عند هذا الرجل سالم فما أنا إلا درهم زائف مشبوه متهم. أحق ما يقول يا سالم؟ الحق يا مولاي أني كنت أرتاب فيه وأظنه مدسوسا على مولاي حتى حاولوا قتله. حاولوا قتله. أنت طيب كمولاك هذا، حاولوا قتلي أنا وقد نجاك الله. مولاي لو حاولوا قتلي أنا لوفروا ثمن السهم. فبالرمح؟ لا، الرمح أغلى من السهم. لو أرادوا قتلي لربطوني في ذيل حصان يختال براكبه في الدروب أو في الأسواق، يختال وأنا في ذيله، يختال وأنا في ذيله حتى يتناثر جسدي قطعا قطعا في حجم الدرهم. مولاي إنهم كانوا يريدون قتلك أنت. فداك نفسي ودراهم الصغيرة يا أعز الناس. أظنك تعرف من هم الذين حاولوا قتل مولاي، قاتلهم الله. من هم؟ لا أريد تهمة بلا بينة. فهل عندك بينة أو دليل لا يقبل الشك قبل أن تتهم؟ أنا لا أدري هل هذا الرجل من خصومك في تلك الإمارة المنفى وما أكثرهم، أم هو من خصومك في كل مجلس تنطق فيه بالحق؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أي أنت أيها الغلام سالم. الغلام؟ نعم غلام. لا تتجهم هكذا، أنت لا تخوفني ولن تخوفني. نعم غلام، كل رجل صغير في سننا غلام. اسمع أيها الغلام سالم، اتبع مولاك أنت ورجالك، رجالك الذين لا عمل لهم. الزم فراشك كفى هزلا، والزم فراشك حتى تشفى. لا تخرج وحدك، واجعل الحرس معك أينما كنت. ألا تحفظ قول الله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، ما أحلى هذا الكلام، إنه شفاء من كل داء وسكينة من بعد خوف. أعز الناس، أريد شيخا فقيها يحفظني كلام الله. لك هذا بعد أن تشفى إن شاء الله.
أمير المؤمنين أرسل يطلبك يا أبا عبد الملك. السمع والطاعة لولي الأمر كما أمرنا الله. أمير المؤمنين، والله لا يصلح لهم إلا أنت. أما علمت فيما يريدك؟ الله أعلم. إذا أمرك بشيء يا ولدي فامتثل طاعة لولي الأمر إلا فيما يغضب الله. يفعل الله ما يشاء. وإذا عرض عليك شيئا من أمور الحكم فاقبل. لا ألومك، فأنت بنت عبد الملك وأنت ابن عبد العزيز ولي عهدي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ويلي منك وممن أشاروا عليك بالاعتزال. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اذهبي إلى ابنتك يا أم عمر. ولما؟ لتعرفي منها لماذا طلبه الوليد. سوف يرجع ويخبرنا. أخشى أن يكون قد بلغه عنه ما أغضبه. حسبه الله. الوليد أخي وأنا أعرفه، فهو جبار عنيد ويفتح أذنيه لكل نمام مغتاب. نصحتك وزوجك أن نترك هذه الأرض ونرحل إلى حيث الأمن والرضا والقرب من مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تسمعوا لنصيحتي. إذن سأذهب أنا وأسأل الوليد، وأقسم لو كان يريد شرا بزوجي فإن... والله لن تذهبي ولن تشفعي أبدا لزوجك عند أخيك حتى ولو أمر بقتله. أتحبين أن يقتل ولدك؟ خير له ولي أن يموت شهيد كلمته على أن يعيش طريدا أسيرا لشفاعة امرأته أو أخته. أنا أخت الخليفة وبنت الخلفاء يا أم عمر. مهما كنت فأنت امرأته، وخير له أن يموت مرفوع الرأس على أن يعيش متأطئ الرأس أمامك يا بنت الخلفاء. بنت الخلفاء أصبحت اسما على غير مسمى، لا كلمة لها ولا رأي ولا شفاعة ولا مشورة ولا قيمة لها ولا وجود لها ولا لزوجها ولا لأبنائها أحفاد الخلفاء. سامحكم الله، أنتم السبب أنتم السبب أنتم السبب. يا للدنيا وأطماعها والطامعين في سرابها. من الذهب الخالص والجواهر، كيف صنعت هذه يا ابن المهلب؟ ثمارها من فصوص الياقوت والكهرمان، وجذعها كما ترون قالب واحد من الذهب الخالص. كم من الذهب أنفقت في صنعها يا ابن المهلب؟ لقد أمرت بصنعها لنفسي، لكني آثرت بها أمير المؤمنين هدية لا تهدى إلا لمثلكم يا أمير المؤمنين. لمثلنا؟ المثل نظير وند وكفء، فهل ترى لنا نظيرا أو ندا يصلح للخلافة وولاية أمور الناس يا ابن المهلب؟ ولا ملكا ذا تاج وصولجان، ولا كسرى يوم كان في الإيوان، ولا قيصر بيزنطة أو الرومان، ولا يصلح لها إلا الوليد سيد بني مروان، أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وولي أمرهم من ساحل بحر الظلمات إلى ساحل بحر الصين في أقصى الشرق، ونحن رجاله وعلى عهده. أعزه الله وولي عهده
الذي كان دعنا من هذه الشجرة وهداياك. احملوا هدية عاملنا إلى القصر. دع رجالي يحملوها، فهم أعلموا بأسرار صنعها. حدثنا عن فتوحاتك وكيف تركت الناس خلفك في الشرق يا أسد المشرق، أليس هذا هو لقبك في تلك الأرض؟ ما لقبني به إلا أعداؤنا، وخير شهادة ما يشهد بها الأعداء لما رأوا من إقدامنا وبسالتنا وجهادنا في سبيل الله ودفاعنا عن دين الله ونشر كلمته في تلك الأصقاع النائية وفوق هضاب تلك الجبال الشاهقة التي تكاد أن تلامس السماء، وأن لنا في كل يوم فتحا مبينا تمتد به الخلافة الإسلامية حتى أوشكت أن تعبر البحر الأعظم. كل هذا في سبيل الله وفداء لعرش الخلافة الذي يزدان بكم يا أمير المؤمنين. ابنتك تدعونا لزيارتها. انتظري حتى يرجع زوجك، فإن أذن لك اذهبي معه. وأنت يا أمهما وأمي. أنا لا يا فاطمة، أنا لم أعد أقوى الحركة والسهر يا ابنتي. تحملي وتحاملي على نفسك من أجل ولدك عمر. وما دخل ولدي بتزورنا؟ في تزورنا ونحن أهل بيت واحد، ما قد يخفف ما بين عمر والوليد ويقرب بينهم. فيعطف عليه ويتفضل ويوليه إحدى الولايات، أليس هذا مرادك؟ ولما لا؟ هذا حقه وهو أهل لما فوق الولاية. هذا شأنكما يا ابنتي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما قولك في قتيبة بن مسلم؟ رجل حرب وقتال، ثابت عند النزال، لا علم له بالحكم وسياسة الرجال. فما قولك في الحجاج؟ أعفني يا أمير المؤمنين، لا بد من إبداء رأيك فيه. يا أمير المؤمنين، إني وهو على خلاف وعلى طرفي نقيض، وفي نفسي منه أشياء، ولو كان حاضرا لأسمعته ما يكره ووصفته بما هو عليه. أما وهو غائب فإني أنزه نفسي وأنزهك أن أتكلم في رجل لا يختلف اثنان على سيرته. حسنا أم سوءا يا هذا؟ لو كانت سيرته حسنة فهي لكم وللناس وله، ولو كانت سيئة فعليه وحده. أصاب الرجل. بل أحسن التخلص بذكائه ومروءته. فمن ذا في رأيك يصلح لما صلح له الحجاج منذ وليناه؟ أصغر خادم من خدمكم إذا وليتموه ما وليتم الحجاج وأطلقتم يده كما أطلقتم يد الحجاج. فأين تجد نفسك
في غير إمارتك وفي غير مجلسي هذا بالطبع. أعزك الله يا أمير المؤمنين، ابن المهلب دون الخلافة وفوق الإمارة. ليس بينهما إلا ولاية العهد. انصرف إلى إمارتك، وسوف أرسل إليك بما أدخره لك وما يليق برجل هو دون الخلافة والحمد لله وفوق الإمارة. بورك فيك يا أمير المؤمنين. أسمعت ورأيت؟ هذا هو الذي رأيته يصلح بدلا من الحجاج. إنه شديد الزهو بنفسه. ما رأيك يا عمر؟ حجاج أصغر، فإذا تولى صار حجاجا أكبر وأخطر. أوه أوه. لم يعد يشغلك إلا الحجاج وقد طردناه إلى ولايته. هيا هيا يا ابن العم، فقد اشتقت إلى حديثك وفقهك بعيدا عن الحكم وهمومه، ولقد أراحك الله منه. أراحك الله من الهم، فأرح المسجون المهموم. ليس بعد، إذن لي أن أزوره. الوليد يحبس وعمر يعطف ويزور. تعقل تعقل أيها الفتى الطيب، ولا تجعل الشك يقينا. أبلغ مولاك الحجاج أن أسد المشرق ينتظره في عرينه، وهيهات أن يأخذني على غرة أو يكيد لي كيدا. وهو في عرينه بالكوفة في طريقه إلى ولايتك التي ولاك عليها، فبلغه بنفسك، فهو صهرك، زوج أختك، وهو يفضلك على كل رجال. ابن المهلب ليس من رجال حجاجك، وابن المهلب يأنف أن يكون الحجاج من رجالنا. لقد كان يجمع البعر من خلف الإبل في ثقيف، بينما كان المهلب ابن أبي صفرة، أبي وأولاده 300 قادة جيوش الإسلام، يدكون حصون الشرك في أطراف الأرض ويرفعون راية التوحيد في سائر أصقاع المشرق. أحسنت، فهل من مزيد أيها القائد المظفر يزيد؟ أرسل إليه فيما ترسل خفية أننا خرجنا من مجلس أمير المؤمنين وهو أحرص علينا من ذي قبل، وأننا لا نعزل بوشاية أو تحريض، وأننا رجل حرب وقتال ومروءة وكرم. من تربص بنا فتكن به، وأننا لسنا مثل ذلك الفتى الورع الفقيه عمر بن عبد العزيز. إنه رجل سلم ومهادنة وتسامح، وليس رجل الحرب مثل رجل السلم. ادخل يا غلام. ادخل يا غلام. كيف أنت يا مولاي؟ مولاي، نداء ما أحلاه يا زينة. زينة، صدق من سماك زينة يا زينة. ويا ويل من تحبين ثم تؤذين يا زينة. سلمت لي من كل أذى يا مولاي، إلا إذا كان الأذى ممن أحب وعباده. مسكين، لو كانت امرأتك هنا لسهرت على راحتك. راحني الله منها. تزوج غيرها. طلبتها فردني مولاها. اطلبها مرة أخرى.
أخشى أن تردني هي. ما عليك إلا أن تطلب. يا ويح درهم، ترى هل هو الطالب أم المطلوب؟ سأطلبك، سأطلبك وأؤدبك. أحضروا لنا طعامنا وشرابنا هنا، ولا تسمحوا لأحد بالدخول، لنأكل معا. أنا صائم بحمد الله. ننتظر حتى يؤذن المؤذن. تقبل الله منك يا أبا عبد الملك، ومنا جميعا بفضله. لكأنك تصوم الظهر يا عمر. رب صائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أما زلت غاضبا منا يا أبا عبد الملك؟ وهل أنت حريص على إرضائي؟ بلا شك. كن أحرص على إرضاء الله، واجتنب ما يغضبه، ثم لا تسأل هل رضي الناس عنك أم غضبوا منك. يا عمر، إني عاتب عليك. فيما؟ آذيت من في مجلسنا على مسمع منا. أنا ما آذيت أحدا، ولكني قلت كلمة حق. أليس من حقي عليك وأنا ولي الأمر أن تستأذن قبل أن تنصرف من مجلسنا؟ لو كنت بقيت في مجلسك لحظة لأصابتني اللعنة. اللعنة؟ نعم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقفن عند رجل يقتل أو يضرب مظلومة، فإن اللعنة تنزل على من حضره ولم يدفع عنه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، ولكن هل سمعتني أمرت بقتل الرجل أو ضربه؟ بل أمرت بما هو أعظم من الضرب، ضاعفت ذل الحبس بعذاب القيد مع عجزه وضعفه وشيخوخته، ناهيك عن براءته مما اتهموه به. ما حبسته إلا لأبرئك. وهل كنت متهما؟ أما عندي فلا، ولكن بين الناس في إمارتك بما سمعوه ورأوه هناك وما بلغني في مجلسي وسمعته أنت. ما بلغك إلا أكاذيب ووشايات وتهما باطلة. لكنها شاعت وذاعت في إمارتك، ولعلها طارت كالشرر إلى سائر الولايات. إن كانت قد ذاعت فقد أذاعها من أحضر ذلك الرجل المسكين في أغلاله. أعف عنه ورد كيدهم إلى نحورهم. هذا كلام رجل دين وفقه لا علم له بأمور الحكم والسياسة. هل هذا رأيك؟ أم رأي جلسائك وحجاجك؟ الأمر سيان، فإن كان رأيهم فقد وافق رأينا. ولو أني عفوت عن ذلك الرجل متهما كان أم بريئا، لافتتن الناس به وبك أنت، ولورطوك دون أن تعلم، وخرجوا يهتفون بك خليفة دون أن تعلم. أنا؟ ينادون بي خليفة؟ مالي والخلافة؟ أنا أعرف هذا عنك، لكن الناس لا يعرفون، أو يعرف بعضهم ويجهل أكثرهم. كل الناس يعرف هذا. لهذا فهم أقرب إلى الافتتان بك والالتفاف من حولك. أعجب لأمرك. بل عجبا لأمرك أنت أيها الرجل الطيب. أنت لا تعرف الناس إلا بظواهرهم وأقوالهم، ولكني أعرف بهم منك. الناس يا ابن العم يرغبون في من لا يرغب فيهم، وينصرفون عمن يسعى إليهم، يلهثون وراء من يترفع عليهم، ويقتلون من يتواضع لهم. يا حفيد عمر بن الخطاب، حاش لله أن أترفع على أحد. لذلك فهم أشد افتتانا بك ورغبة فيك، كما افتتنوا من قبل بعبد الله بن الزبير بن العوام، وقالوا عنه إنه رجل دين وتقوى وعلم وفقه. كان كذلك وأكثر.
وأنا أشهد له بهذا، لكنه لم يكن أبدا رجل حكم، وما إن حوصر حتى تخلوا عنه وتركوه يتحصن بالحرم ويجعله قلعة قتال، وكذلك فعلوا بالحسين رضي الله عنه. وأنا لا أريد عائدا آخر بالحرم ولا حسينا آخر من بني مروان. لا تشبهني بمن هما أفضل مني علما وصحبة ونسبا. ما شبهتك إلا لأوضح لك الأمر، لتعلم أني كنت بين أمرين، إما أن أسكت لقرابتك وعلمي ببراءتك، أو أبدأ برأس خليفتهم المزعوم، ولو كان هو أخي شقيقي أو ولدي فلذة كبدي. يا أمير المؤمنين، ما هذا قولك ولا رأيك؟ ولا تغضب مني. كيف لا أغضب وقد جعلتني دمية لا عقل لها ولا حيلة، أو مسخا لغلام أحمق ألبسوه تاجا وأجلسوه على العرش يأتمر بأمر خدمه وحاشيته وأهل بيته؟ حاشا لله أن أصفك بهذا يا أمير المؤمنين، فأنت أعلم أبناء عبد الملك بكتاب الله وسنة رسوله، ومن أرجحهم عقلا، ومن أعلمهم بشؤون الحكم وسياسة الرعية. فكيف تتهمني بأنني أردد كلام رجالي؟ لأصارحك بما لن يصارحك به غيري، وليس لي من مطمع ولا غاية سوى صلاح أمرك يا ولي الأمر ويا راعي الأمة، لأنه إن صلح الراعي صلحت الرعية، ولا يصلح الراعي وجلساؤه أهل نفاق. كأنني رجل فاسد يا عمر. معاذ الله، ولكنهم طمعوا في إرضائك، فليس لهم رأي إلا ما يوافق هواك، وليست لهم مشورة إلا ما يوافق هواك، ولا يبلغونك إلا ما يوافق هواهم، ولا يقربون منك إلا من هم على شاكلتهم، ولا يبعدون عنك إلا من هو أفضل منهم، حتى يجعلوك مرتابا في من يجب أن تأمنهم، ويجعلوك واثقا في من يجب أن تحذرهم، ليظل هم وحدهم حولك، ثم هم يحجبون عنك الحق ويصورونه باطلا، ويزينون لك الباطل فتراه حقا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. اجلس اجلس يا ابن بنت عاصم ابن عمر. ويلي منك ومن صلابتك وحدة لسانك، وويل لك من نفسك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لامرئ شهد مقاما فيه حق إلا تكلم به، لأنه لن يقدم أجله ولن يحرمه رزقا هو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سأريك شيئا تعلم به أن لسنا كما تظن في غفلة عن أمور ديننا الحنيف، وما يصلح به أمر الرعية والمسلمين إلى ما شاء الله. أصلحك الله وأصلح بك. ما أجمل هذا الرسم، لئن تم بناء المسجد على هذه الهيئة التي أراها فسيكون أكبر مسجد جامع في الشام وفي المشرق كله بعد المسجد الحرام إن شاء الله. تلك المساحة لابد أنها تشمل ما حوله من بيوت وحدائق. نعم يا مولاي، ولو كانت مئات سنهدمها لتدخل في مساحة المسجد بالتراضي مع أصحابها وتعويضهم عنها بالحق المشروع. ما كنا لنبني المسجد على أرض مغتصبة يا عمر. فابدأ بشراء ما حوله من أرض وحدائق وبيوت قبل أن يبدأ البناء. لقد أمرت بهذا. ترى كم يتكلف بناء مسجد كهذا يا أبا عبد الملك؟ هذا أمر يعرفه أصحاب تلك الحرف. كم بلغت تقديرات بنائه يا شعيب؟ ما يقرب من 12,000 دينار يا مولاي. هل سمعت يا أبا عبد الملك؟ نعم. كيف لم تدهش؟ وما يدهشني
هذا قليل على بيوت الله، فإن في بيوت المال في الولايات وعند الخاصة وقادة الجيش تتكدس الأموال وتصنع الهدايا من الذهب الخالص على هيئة الطير والحيوان والشجر. فأنفق يا أمير المؤمنين على عمارة بيوت الله في سائر الأقطار، فإن لك بكل ركعة يركعها مصلي حسنة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.